على مستوى كبير. ويمكن واحنا في التقرير بنتفرج كمان الجماهير بقى الجماهير طبعًا. العاديه خارج الجمعيه العموميه مهم جدا ليهم كمان حق إن طبعا. ليهم حق. وانت حضرتك قلتي ان ده ان شاء الله هيتحقق من خلال شركه النادي الاهلي اللي كنا بنتكلم فيه في التقرير. يعني برضه حضرتك يعني الجماهير العريضه جماهير كتيره جدا بالملايين يعني طبعًا. عايزه كمان تستفيد وتكون لمسه انها تكون موجوده جوه النادي الاهلي بمناسبه الجماهير. ايوه ايه بقى بيفتروا عليا والله. لا لا. الناس بيفتكروني في كلام مهم في كلام في كلام متقال معرفش تعرفوه ولا لا بس في كلام كتير. انتوا عارفين طبعا انا الحمد لله اخيرا وثقت حساباتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام علشان ما يحصلش المشاكل دي تاني. للاسف لسه على التويتر مش عارفه اوثقه في وقف. لكن كان في كلام كتير ان في مشكله بيني وبين الجمهور او ان انا تطاولت على الجمهور فانا مش قادره اتخيل اللي بيقول الكلام ده ازاي يصدقوا لان لا يمكن احنا ربنا في النادي. اللي حصل انا مش عارفه بس في حاجات الفاظ اتقالت اكيد مش انا اللي قايلها اتقالت عن لساني او اتقالت باسمي في تويتر وده مش حقيقي. انا فعلا عملت بلاغات كتير على كمان صفحات في الفيسبوك اتعملت باسمي وقفلناها الحمد لله وده اللي ادى ان احنا نعمل التوثيق. بس انا يعني حابه اوضح اكيد اكيد بالنسبه لي او بالنسبه لك او بالنسبه لاي حد انتمائه في النادي الاهلي اكيد جمهور النادي الاهلي فوق راسنا من فوق. واكيد يعني ده احنا بنبقى ماشيين في الشارع بنقول انت اهلاوي ولا زملكاوي يعني احنا حياتنا كلها بنتعامل مع انت جمهور أهلي الاهلي ولا جمهور الزمالك. خاصه يا دكتور رانيا اللي متربي جوه النادي الاهلي ومتعلم تقاليد النادي الاهلي من الصعب جدا ان كمان الجماهير تصدق انه يقول كلمه على النادي يعني الاهلي. انا حبيت اوضح ان انا لا يمكن طبعا اكون اغلط او اجرؤ ان انا اغلط في جمهور النادي الاهلي ولا جمهور نادي الزمالك ولا اي جمهور. بس كان في نوع من الشد ده على مواقع التواصل الاجتماعي بس بين الحته اللي فيها تطاول ما كانش انا فهو ده الفكره اللي انا عايزه اوضحها. لكن ان انا اقول رايي وان انا كذا ما فيش مشكله ان انا عندي راي معين في ناس هتتفق معاه وناس مش هتتفق معاه لكن انا توصل ان انا اتشاجر او اتطاول مع حد ده مش انا خالص. فاتمنى يكون ده واضح ومش انا بس اكيد اي حد مش بس في مجلس الاداره اي حد منتمي او عضو جمعيه عموميه في النادي الاهلي ما اعتقدش هو في اي مجال ولا بس صحيح. النادي الاهلي او نادي الزمالك باعتبارهم نوادي ليها شعبيه كبيره بس انا شايفه ان بيبقى في ناس مستنيه جمله مستنيه غلطه خطأ مستنيه كلمه تتحط بره مكانها. فانا بس بارجو الناس انها لما تسمع كلمه تسمعها منك شخصيا في التلفزيون في حساب موثق انت كاتب عليه لان دلوقتي كمان بقينا نفكر 100 مره قبل ما نكتب جود لك النهارده في الماتش مثلا. خلي بالك انت مش عارف بالظبط التحديات دي وده جزء من التحديات اللي السوشيال ميديا غيرت الحياه بالظبط.